مؤشر جديد يعكس تأزم العلاقة بين الرياض والرباط. السفير المغربي في السعودية مصطفى المنصوري يستدعى للتشاور. السفير وإن وصف الأمر بأنه سحابة عابرة، إلا أنه أكد أن الاستدعاء هدفه التشاور حول المستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين. وكانت وكالات دولية ومحلية أرجعت أسباب استدعاء السفير إلى تقرير نشرته محطة تلفزيونية سعودية يتعلق بقضية الصحراء الغربية. التقرير أثار استياء المغاربة، حيث أظهر خريطة المغرب وهي مبتورة، وهو ما انتقدته صحف مغربية. المغرب في الواقع قام بنوع من التقييم وأسس سياسته الخارجية على نوع من التمايزات بين مختلف هذه الملفات، وربما هذا الأمر لم تستصغه السعودية وأصبحت تلوح في كل مرة ب يعني تغيير موقفها إزاء قضية الصحراء، وهو نوع من الابتزاز ربما الذي المغرب لا يقبله. في مؤشر آخر على عمق الأزمة، أوردت وكالة الأسوشييتد بريس الأمريكية نقلا عن مصدر مغربي أن الرباط أوقفت مشاركتها في العملية العسكرية ضمن التحالف السعودي الإماراتي باليمن، كما أنها لن تشارك مستقبلا في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية المتعلقة بالتحالف. وقبل التطورات الأخيرة، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن تغيير جوهري في موقف الرباط من المشاركة في الحرب على اليمن. الوزير وفي حوار مع برنامج بلا حدود نهاية الشهر الماضي قال إن بلاده شاركت منذ البداية في التحالف، لكنها غيرت موقفها لاحقا بناء على تغيير تقييمها للوضع في ضوء التطورات الميدانية سياسيا وإنسانيا في اليمن. الخارجية المغربية من ناحيتها رأت بأن موقف المغرب من مسألة العلاقة مع التحالف هو ما عبر عنه وزيرها ناصر بوريطة. الراصد لسلوك دولة يعني السعودية منذ 2011 إلى اليوم غيلمس ثلاثة سمات أساسية، أولى متعلقة بمعارضة تطلعات الشعوب العربية للتحرر الديمقراطية. المعطى الثاني التعميق الأزمة ديالها حيال بعض الأخطاء الدبلوماسية أو المرتبطة باعتداءات مثل قضية خشخجي أو غيرها. ورغم أن الوزير المغربي شدد على أن دور بلاده ليس الاصطفاف مع طرف ضد آخر، وذكر بموقف الحياد البناء الذي انتهجته المملكة حيال حصار قطر، فإن المراقبين يؤكدون على تدهور العلاقات بين المملكتين في أكثر من محطة منذ حصار السعودية والإمارات والبحرين لقطر. محطة توتر أخرى كانت عندما دعمت الرياض في يونيو الماضي الملف الأمريكي الكندي لاستضافة مونديال 2026 على حساب الملف الذي تقدم به المغرب، قبل أن تزيد السعودية سخط المغاربة عليها بتقريرها الأخير بخصوص الصحراء. وبين المحطتين الجولة المغاربية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي زار فيها كل من تونس والجزائر وموريتانيا دون أن يستضاف في العاصمة المغربية. المختار العبلاوي، الجزيرة، الرباط.